احنا بوعدك ان انت هتشوف منتج انت اللي هتدور عليه. احنا جايين نبدا صح، نحط خطوات صح. مطلوب منك كاتحاد انت قد ايه؟ اللائحه بتاعت النظام الاساسي الموجود لاتحاد الكره فيها حاجات كتيره جدا، عوار لازم تتعدل. عايز اقول ان انت لازم تبقى عادل مع الكل، مش حكايه زملكاوي ولا اهلاوي، انت هتشتغل ايه سواء اهلي او زمالك او اي نادي صغير. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري، مساء الخير يا فندم، شرفني ونورتني. مساء الخير يا سيف باشا، وربنا تطلع حلقه كويسه يعني تفيد المشاهد ان شاء الله. ده شرف ليا طبعا، وبعتز دايما بحضرتك، وارجو النهارده ان حضرتك يعني صدرك كده يتسع لينا، لان الناس عندها اسئله كتيره. انا هسال وحضرتك تجاوب زي ما حضرتك عايز. يلا بينا. احيانا كتيره يكون اتحاد الكره دائما وابدا في قفص الاتهام، ولكن الرأي العام كله والناس كلها شايفة أن الكرة تراجعت بشكل كبير جدا 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 في الدورة الأخيرة دي لاتحاد الكرة المصري. هل دي حقيقة ولا هناك أمور تانية مش واضحة للناس؟ لا، زي إيه مثلا؟ تراجعت في أنهي حاجة؟ كل حاجة. يعني الناس شايفة مثلا أن كل العقوبات بتنفذ بشكل عشوائي، شايفة أن الماتشات والمؤجلات والأزمة، الكاس لما جين حضراتكم أعلنتوا عليه الناس صحيت لقيت الكاس، بعض الفرق قالت لك احنا مش لاعبين، الأمور التحكيمية والأخطاء التحكيمية، وحاسة أن بريرا بيعزف منفردا في حتة في جزيرة لوحده خالص، في عز ما اتحاد الكرة بيطلع بيصرح ويقول أن حضراتكم مقتنعين بأدائه أو بتقييمه. ملف المنتخبات الأمور برضو فيه دايما في تجمع للمنتخب، في أزمة، مفيش تحضيرة، مفيش بلانة، يعني مفيش جدول نقدر نقول إحنا زي أي دولة في كرة القدم آخر السنة هيبقى في ميعاد كذا، هنخلص كذا، هنشتغل كذا، المنتخب هيبدأ من كذا. بص يا كابتن سيف، أولا أنت الموضوع تقسم لكذا جزء، في جزء خاص بالماتشات، بتكلم عن ماتشات يعني ماتشات الدوري ربط دي، في ربطة، والحمد لله إن اتحاد الكرة يعني مطبق صلاحيات الرابطه من اي تو زد، يعني هو مسؤول عن كل ما يخص ماتشاته بالكامل وادارته للدوري الممتاز. الرابطه رايحتك؟ طبعا، لان اولا يعني بص، اختلفنا، اجتمعنا، وافقنا، في خلاف، اكيد في خلاف بيننا بيبقى، بس الخلاف فتره معينه وبيخلص، يعني هو مش خلاف شخصي عشان يفضل على طول خلاف شخصي. لكن اللوائح بتاعت المسابقات اكيد طبعا هم من ادرى بيها في تطبيقها، لكن خلافها النهارده قلنا لا، في حاجه اتخذت، حاجه ما اتخذتش، فدي انا مش هقدر ارد عليها طبعا بالنسبه للدوري الممتاز عموما، يعني لان في رابطه هي مسؤوله عنها في ترد على الحاجات دي. طب اسالك سؤال تاني، انت راضي عن الدوري الممتاز بدون دخول في تفاصيل؟ يعني من ناحيه تنظيمه، من ناحيه تنظيمهم، يعني لو جينا دورنا فعلا هتلاقي هم مجبرين في مواعيد معينه. تمام. الاتحاد الافريقي برضو في الفتره الاخيره كان في حاجات كتيره مش منظمه بالنسبه للتوقيتات بالنسبه للانديه في البطولات الخاصه بيها. هم معذورين في حاجات كده، في توقفات برضو كانت اجباريه سواء ليهم في حاجات معينه، يعني لا، هو مواعيد التوقفات هي اللي سبب في تاخيرات كل حاجه بالنسبه للرابطه. تمام. ده ما يخص الدوري. طيب بالنسبه للحكام، يمكن احنا سعينا ان احنا نعمل تضييل للحكام، ويمكن لما فكرنا في موضوع تضييل الحكام وجبنا خبير اجنبي ان هو يبقى موجود متواجد في اتحاد الكوره، الهدف منه يمكن نقل خبرات اكبر خارجيه بالنسبه للحكام. كون التجربه نجحت او ما نجحتش دلوقتي يبقى في تقييمها، احنا خلاص في الفتره الاخيره بالنسبه لها بنقيمها دلوقتي، في بعض الحاجات، في حاجات كتيره نجحت يعني،
وفي حاجات ممكن يكون اخفقت او مثلا وجهه نظر الناس معينه ان شايفين ان ما حصلش فيه تطور، لكن التطور معناها انك انت بتطلع جيل بعديها تاني بيكمل. بس المختصين في هذا الشان مثلا جمال غندور، عصام عبد الفتاح، احمد الشناوي، وحضرتك يعني جلست او زميلت عصام عبد الفتاح سنين كتير في اتحاد الكوره، والدكتور وجمال غندور والكابتن احمد الشناوي مع احتفاظ بالارقام، وعصام عبد الفتاح و لا وسمير عثمان سمير عثمان لا بس كابتن وجيه، كل دول بيقول كل دول كانوا معانا يعني قالوا ان الراجل فلوس بتترمي على الارض، حرام الفلوس اللي بياخدها. اكيد حضرتك سمعت تصريحاتهم يعني. بص احنا سمعنا كل حاجه، لكن انا عايز اقول حاجه، هل هم برضو كان في لقاء وكان في مداخله في لحظتها؟ فانا مع الكابتن جمال غندور ومع الكابتن عصام، فانا بقول لهم طب هل انتوا اتفقتوا فعلا لما كان في الكابتن عصام موجود، هل الحكام الخارجي اللي كانوا بره كانوا متفقين على الكابتن عصام؟ هل لما كان الكابتن جمال الغندور موجود كان اللي بره متفقين على الكابتن جمال؟ الكابتن احمد شناوي يمكن يعني قعد معايا ما كملش 24 ساعه او 48 ساعه ومش انت حضرتك عايز تقول ان هم منهم فيهم على طول مختلفين؟ بالظبط، هم مختلفين مع بعضهم، ويمكن الفتره الوحيده اللي اتحدوا فيها كلهم في وجود الخبير الاجنبي. يعني لو بمجرد ما موجود واحد اجنبي كلهم متفقين حاليا تحت شعار بقى انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي. لا يعني انما حسينا في تغير، لا في حاجات اتعملت كويسه مع انا دايما بسال اللجنه، الاعضاء اللجنه اللي كانوا معايا يعني معايا، ويمكن لو انت سالتهم على التليفون هيقول لك لا كان في حاجات بتتعمل صح في اللجنه، ودي اللي المطلوب فيها في الاخر نتاجها نشوف بالنسبه للحكام اللي هتطلع في الاخر، هل في حكام طالعين تاني صف تاني هيطلع كويس ولا لا؟ ويمكن انت شفت في فترات معينه ان في حكام صح واعدين طالعين كويسين، هي ده النتاج اللي يبقى من لجنه الحكام. بس اخطاء كتيره جدا السنه دي غيرت في نتائج المباريات، وكل رموز التحكيم قالوا ان ده الموسم الأسوأ تحكيميا. هو يعني مش هننكر تمام، في اخطاء والاخطاء وارده، الاخطاء وارده يعني، وانت بتعاني منها حتى في المنتخب بتاعك، بتعاني منها في منتخباتك لما بتلعب مع اي حد بره بتعاني منها. انديتنا برضو بتعاني من التحكيم بره لما بتلعب في افريقيا او في البطولات القاريه بتاعتنا برضو بنعاني منها. هو اخطاء التحكيم وارده، ورغم كده ان احنا عملنا على حاجه واحده تاني كمان، احنا جينا لقينا الفار موجود، شركه نفسها كانت حسيب اللي ما كانش حد يعرف برضو ان الفار بمجرد ما احنا جينا كانت الشركه نفسها بتصفي عايزه تمشي، لان ما حدش تعاقد معاها ولا حد اتكلم معاها وشغاله كده. بالنسبه لنا احنا عملنا معاها ديل جديد، اتفقنا معاها على مرحله جديده، واتفقنا كمان على تطوير المعدات الموجوده، وبدات الشركه تتطور في المعدات بتاعتها، حتى اخيرا دلوقتي في بعض التعديلات تانية طالبينها منها هيدخلوها على الاجهزه، لان خلاص انت اشتغلت بالفار ما تقدرش تلغيه. صح، تخيل ان احنا بمجرد ما جينا كانت الشركه هتمشي، يعني معناها ان احنا جينا ومشيناهم. لو جمال علام رئيس اتحاد الكره في الدوره القادمه، هي اللائحه بتسمح لك؟ بص بالنسبه للانتخابات انا مش هتكلم في الانتخابات دلوقتي، لا لان احنا موجودين دلوقتي في دوره معينه بنخلص الدوره بتاعتنا، انا مش هتناقش بعد كده نشوف اللائحه تسمح او ما تسمحش، دي في ساعتها. لا يعني الرد ده ما فيش رد دلوقتي، اللائحه تسمح ولا لا؟ دي لائحه خلاص، اقراها اللائحه وفسرها. لا انا بسال حضرتك الوجودك انا ما بكلمش رايي. لا انا ما بكلمش دلوقتي في الانتخابات بالنسبه لي او بالنسبه لغيري. لكن لا انا مش بتكلم في الانتخابات، انا بتكلم في اللائحه تسمح بنزول حضرتك، قرارك او لا ده حضرتك خده. انا نفسي ما بصيتش فيها اساسا اللائحه لغايه دلوقتي، ولا فكرت ان انا ادرسها ان كان تسمح او ما تسمحش. بالنسبه لي انا بتكلم مش رد دبلوماسي، انا بتكلم بالنسبه لي انا، لاني في الاخر انت بتقيم تجربتك، نجحت لا يعني تمام، ما نجحتش ما كملش. حضرتك وحضرتك رئيس اتحاد الكره المصري، وحضرتك استاذ جمال علام، وانا يعني عاشرت حضرتك كتير، ما تعرفش سطر سطر في اللائحه بيقول ايه دلوقتي لسه هتقراها؟ بعد ما نخلص كده نبتدي نقرا، بعد ما نخلص حلقه ان شاء الله. طيب ما يخص لو حضرتك رئيس اتحاد الكره في الدوره القادمه، هتاخد قرار باستمرار بريرا ولا رحيل؟ ما انا بقول لحضرتك التقرير الشهر ده خلاص هو اخر الدوري بتاعنا، المفروض الراجل بيقدم التقرير بتاعه صح نهايه الدوري يوم 18 هيقدم التقرير بتاعه. بس هنشوف التقرير، التجربه بقى لها سنتين، اكيد حضرتك عندك رؤيه مبدئيه. احنا عندنا رؤيه، بس التقرير بتاعه في الاخر هيحصل ايه؟ هل التقرير ان هو صنف ناس فعلا
طلعت فيها كويسه ولا لا. بعد التقرير كله نبتدي نقيم كمجلس اداره وناخد القرار. طب حضرتك حاليا كرئيس اتحاد الكره المصري قبل ما تبص في التقرير يعني بتقيم نجاح التجربه ولا فشلها؟ لا هي ما اقدرش اقيمها دلوقتي نجاح او فشل، برضو بقول لك لما نشوف التقرير، لان ممكن يكون التقرير هو اشتغل على حاجه معينه ونجحت والحاجه اللي احنا مثلا كنا عايزينها ما اشتغلش عليها اساسا. ايه اللي حضرتك اللي حضرتك كنت عايزه؟ يعني احنا اشتغلنا على اساس ان يبقى في تطويل للتحكيم من ناحيه كل المنظومه التحكيميه الخارجيه، مش ان انا مجرد ان اطلع حكم واحد. تمام؟ هل الحكام دي وصلت؟ هل المراقبين نفسهم اتعمل لهم دورات للمراقبين الحكام؟ هل استفاد منه الحكام في حاجات معينه ولا لا؟ تقنيه الفار هل هو ليه تقييم فيها تعديل فيها وهيبلغنا بيها ان احنا نعدل 1 2 3 4؟ كل ده لازم نبص في التقرير. هو بصفه عامه المصري افضل ولا الاجنبي لرئاسه لجنه الحكام؟ لا انت لو سالتني انا بالنسبه للمصري ولا الاجنبي في اي حاجه هقول لك المصري. المصري في اي حاجه. طب ليه حضرتك استعنت بالاجنبي؟ هو ما عندوش قبول من الناس يعني. ما انا قلت لك برضه سببها ان الخلاف اللي بيحصل في اللجان مع بعضهم هو اللي بيخليك انك تلجا لحاجه برضه. عصام عبد الفتاح وجمال الغندور مع كل احترام الالقاب طبعا لما جم هنا قالوا لي احنا علاقه طيبه جدا واحنا لا 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 الكلام ده الكلام ده على الهوا وانت عارف انا صريح في الحاجات دي انت عارف. مش حبايب؟ لا لا مش حكايات مش حبايب، هم حبايب عاديين بس في العمل لا. هتلاقي ده بيتكلم ينقضه ده بينقضه، لا دي حاجه كل الناس شافت يا استاذ جمال. عقبال بقى ما ابتدي اخش في الملفات سريعا، ان موقف نادي الزمالك في عدم لعب مباراه الاهلي، ان الزمالك كان عايز ياخد موقف يفوق الدنيا في التوقيت ده، وكنا نتمنى الزمالك يلعب. هل من الطبيعي ان نفس الازمه يعني الزمالك رجع في القرار ولعب مشكورا مجلس ادارته واستحمل ضغوطات كثيره جدا، هل من الطبيعي ان الراجل يحط لهم نفس الحكم اللي كان عليه الأزمة في مباراة ليهم مع المقاولين العرب؟ بص هي أنا برضو دي سألت فيها الحكم، سألت بريدة شخصيا يعني قلت له إن إزاي حطت حكم نفسه وهو نفس الحكم وكان عنده خطأ. هو قناعاته إنه مع كل التقدير اللي بنى حكم كبير، هو قناعاته إن هي الخطأ ما كانش من البنا. تمام، ده قناعته. بس في اداره نادي انت عملت لها ازمه من غير لازمه. تمام، فهو كان الخلاف فعلا اني 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 بس انا برضو بالمناسبه دي لازم اشكر فعلا مجلس اداره. طبعا كابتن حسين، لاني فعلا تفهم الموقف فعلا، والحكم برضو ادى الدور كويس جدا في المباراه بتاعه المقاولين. هو ادى بس عنده، بس حضراتكم حطيتوه في ضغوطات كبيره. ما يعني الراجل هو ده برضو يعني بص يا كابتن سيف، هو حاجه واحده تعملها يا انت تبقى دكتاتور في كل حاجه، انت صاحب القرار في كل حاجه وتلغي اللجان اللي معاك، يا اما تدي اللجان صلاحيات وهي تشتغل وبعد كده تحاسبها. بس سيادتك دكتاتوري النهارده. لا 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 يعني سيادتك ديمقراطي الحوار دكتاتوري القرار دي يعني. لا 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 يعني حضرتك ممكن تسمع كل الناس بس في الاخر هتعمل. وعلى فكره دي مدرسه. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انت لازم تسمع الناس ولازم تدي فرصه برضو للناس تشتغل. صح، هو هم كان ليهم وجهه نظر معينه. لا حضرتك مقتنع بالقرار ولا لا؟ اللي قاله لي انا اقتنعت بيه، وانا حتى الكلام مع كابتن حسين برضو عرضته لما هو اعترض وقال الجواب كذا كذا. وكابتن حسين اتفق مع حضرتك بعد كده؟ لا 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 مش اتفق، ما اتفقش، ما فيش حاجه اسمها اتفق. هو اللي هو قال ان احنا باعتين رفض الاعتراض على الحكم ده من سنه كذا او عليه كذا واللي حصل كذا. فلا قلت له لا، الحكم اخطا مش هيلعب تاني، مش هيحكم تاني خالص. هو ممكن بناء على الكلام اللي هو قاله. تمام، بريرا انه هو ما اخطاش. وفعلا كابتن البنا حكم كبير جدا. نزل المباراه وقدم مباراه كويسه جدا. ما فيش كلام، بس حضرتك هنا بتاخد قرار لكيان كبير اسمه نادي الزمالك. بص ما ينفعش اللجنه تطلع قرار لا بص يا كابتن سيف، ما ينفعش اللجنه تطلع قرار بحكم وانت تقول لهم لا غيروا الحكم ده او الغوا الحكم. طب لو راجعوا حضرتك قبل القرار كنت هتوافق؟ لا لو هم اللي هياخدوا رايي لا هنتفاوض فيه، هنتكلم فيه. هتتكلم فيه؟ هنتكلم فيه ان في نقطه كذا، في ممكن حاجه ممكن يكون الحكم نفسه مش عايز يحكم مثلا، عنده حاسس في حاجه نفسيه ممكن مش هيأدي. لا يعني لازم يسأل الحكم فيها. كنت حضرتك تتوقع النجاح الباهر اللي عمله ميكالي مع المنتخب الاولمبي؟ والف مبروك طبعا.
الله يبارك فيك. لا انا متوقع طبعا، لان كابتن كبير جدا كابتن مكالي، وعنده فكر كبير جدا، ويمكن اول كلام اتكلمنا فيه معاه لما هو كان ساعة التعاقد ان احنا مش معتمدين عليه بس اساسا للمنتخب الاولمبي بس، دخلناه في حاجات كتيره جدا ان هو يتكلم معانا فيها ازاي فعلا نطور من الناشئين. ويمكن كان ليه كلام معانا، ويمكن في مؤتمرات حضرتها انت حضرتك، ان هو قال فعلا لازم نعمل منتخبات كبيره جدا بصرف النظر على النتائج المنتخبات دي والناشئين، لكن في الاخر كتر الاعداد والاحتكاك بالنسبه للفرق الناشئين اكيد هتطلع لك لعيبه انت ما. هل مكالم كامل معانا؟ والله اتمنى يعني لسه هنتكلم معاه، وممكن ان شاء الله باذن الله يكمل معانا، لان انا زي ما بقول لك ان هو بس كابتن حازم امام قال لي ان انتوا تفوضتوا خلاص، خد على عاتقه المباريات اللي هي في الدوره الاولمبيه، يعني هو عانى كتير في البدايه في خصوصا في اختيارات اللاعبين، لان هو كان يهمه ان هو يكون مع اللاعبين جاهزين بالنسبه له مع الفرقه من اللاعبين الكبار يعني. لكن في الاخر قال خلاص انا هستمر باللعيبه بتاعتي دي، وانا ان شاء الله باني هوصل بيهم مكان اللي احنا عايزه. الحمد لله هو وصل المربع الذهبي، طبعا نجاح كبير، وده نجاح بالنسبه له، ونجاح كمان لاولادنا، لان المنتخب ده الجيل ده فيه لعيبه على مستوى عالي جدا، دي حقيقة هيبقوا امتداد للمنتخب الاول ان شاء الله في الفتره الجايه. حازم امام قال لي ان حضراتكم اتفقتوا معاه، لو حصل اتفاق هو هيروح على فين؟ يعني هيكمل فين؟ ممكن يكون كابتن حازم اتفق معاه، ما شفتوش انا. انت حضرتك ما شفتوش، طيب ماشي. انت حضرتك دلوقتي لو كمل مكالي بناء على حوار حضرتك معاه هيمسك ايه؟ لا كابتن مكالي اكيد طبعا هو يعني لو احنا بنفكر طبعا قطاع الناشئين اكيد محتاج بالنسبه للاتحاد ان تطوير، رغم ان احنا ماشيين في مشروعه. طبعا بشكر الشركه المتحده معانا ان هي حاطين مشروع كبير جدا بالنسبه لتطوير مسابقات الناشئين والاكاديميات، عشان برضو ان احنا بنوسع القاعده بالنسبه للاتحاد الكره والممارسه بالنسبه للاعبين. في شغل كبير جدا معمول في قطاع الناشئين، لكن هو عنده رؤيه بالنسبه للناشئين. انت حضرتك مش هتمسكوا منتخب، انت هتمسكوا اشراف. لا لا لا، لا منتخب اللي يمسك منتخبات يعني. منتخب ايه؟ لا ايا كان لسه ما اتفقناش يعني، ما اتكلمناش فيها، بس لازم يبقى مسؤول عن منتخب يعني. ماذا لو الاهلي اعتذر عن بطوله الكاس؟ لا طبعا خساره كبيره سواء الاهلي او الزمالك، فرق كبيره وفرق شعبيه طبعا زيها، والاسماعيلي والاتحاد والمصري وكل الانديه دي شعبيه، ليهم طبعا اسمهم وليهم شعبيتهم. خساره كبيره اي نادي فيهم يعتذر لتكمله الكاس، بس الكاس في ميعاده خلاص. احنا نامل لسبب واحد، لان انا عندي دلوقتي منتخب عنده تجمع، ويمكن انا قبل ما اجي عندك على طول كان لسه في اتصالات بيني وبين كابتن ابراهيم حسن وحسام حسن على اساس فتره الاستعداد في الفتره اللي جايه. طبعا انا عندي المشكله اللي من الاهلي والانديه والزمالك، ودول انا بعذرهم عليها طبعا طول الموسم طويل جدا، سواء موسم الكروي في الدوري او الكاس التكمله. هو المنتخب يوم 100 فنان الحقيقه، هو المباريات اللي عنده، عنده يوم 6 وعنده يوم 10، تمام، عنده مباراه 6 هنا وعنده 10 بره. فالنهارده هو محتاج تجمع، والانديه دلوقتي بتطالب ان هي عايزه تدي راحه للاعبين بتوعها. وحضرتك كنت متفق معايا يوم 25، حاج عامر حسين امبارح على الهواء قال لي كده. بص هو يامل ان هو يكون اللعيبه عنده من يوم 25، ولكن لو انت اجلت، ما دي المشكله اللي عندنا، لو انت اللعيبه دي ارتاحت وخدت فتره راحه هيبقى بعديها تتبعها فتره اعداد. هو هل الكابتن حسام والكابتن ابراهيم هياخد اللاعبين عشان يعمل هو فتره الاعداد عشان يلعب المنتخب؟ طب كده هياخدهم يوم ايه؟ فهو لسه دي الانديه المفروض هي ساعه ما انا قلت ان الانديه لازم تقف وتساعد في المنتخبات، لان هو لازم يبقى بياخد لاعب جاهز، هو مش بياخد لاعب لسه هيعده. فالنهارده لما يبقى لاعب مريح 10 ايام ولا 15 يوم محتاج تاني فتره تاهيليه تاني. انا فهمت كده حضرتك ان حضرتك عايز تعمل الكاس ليوم 31، وبعد 31 يوم 1 يستلم الكابتن حسام. يعني ده احنا نامل الكلام ده انه ممكن يوم 31 يكون عنده اللعيبه. لكن انت مش هتغير مواعيد الكاس؟ والله لسه احنا مستنيين، انا مستني قرار الكابتن ابراهيم والكابتن حسام هيقول لي ايه.
لان انا يهمني المنتخب الاول في المقام الاول. لا يهمني كاس يتعمل ولا يهمني مين لعب ومين ما لعبش، يهمنا في الاخر المنتخب القوام الرئيسي بالنسبه للمنتخب، لان ده النقطه الفاصله بالنسبه لنا. الماتشين اللي جايين دول فاصلين جدا بالنسبه لنا. دي بقى هنا نقط مهمه جدا لازم هنقف عندها بعد الفاصل، نفهم كابتن حسام حسن هيبقى قراره ايه او رؤيته ايه مع الاستاذ جمال علام بعد الفاصل. نرجع تاني مع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري في اجابات سريعه. الناس شايفه ان لجنه التظلمات او لجنه المسابقات في كل عقوبه، يعني بعد ماتش اهلي وبيراميدز ودي الحاجه للتظلمات والحاجه بتقعد في لجنه التظلمات وقت كبير جدا. كل الاحترام لكل الاعضاء وكل الساده الافاضل الاجلاء القضاء، مفيش كلام طبعا، ولكن الناس شايفه ان المخطئ بيفضل يلعب ماتشات ثم الناس تنسى فياخد بعد كده عقوبه. لا اكيد ليهم سيستم معين بيشتغلوا بيه، بس هي دايما بيبقى الكلام ان اتحاد الكوره هو اللي مأجل وهو اللي مأخر وهو اللي شال الورق وهو اللي ما عملش. لا طبعا الحاجات دي بتبقى عند اللجنه، وانا زي ما بقول لك يا لجان وخصوصا اللجان القضائيه اتحاد الكوره ملوش سلطان عليها. طب ليه لجنه المسابقات ما تاخدش القرار؟ يعني في ماتش الاهلي وبيراميدز فيديوهات واضحه والفاظ واضحه ومواقف واضحه وشتايم واضحه، ليه لجنه المسابقات ما تاخدش على طول القرار؟ ليه؟ مش عارف ارجع تاني واقول لك اسالهم. ما هو مش عندي اسال لجنه المسابقات. لا وجهه نظر حضرتك يعني. يعني هو في حاجات كانت ممكن تتم، بس لو هي مش مذكوره في التقرير بالنسبه له، في تقرير الحكام ولا تقرير المسابقات، اكيد مش هيعرف ياخد فيها قرار. طيب في موقف حضرتك الناس مطالبه حضرتك فيه بالاعتذار، وانا عارف ان حضرتك احيانا كثيره ممكن يكون عندك شجاعات الاعتذار عادي، دي ما فيهاش مشكله. موقف رمضان صبحي حضرتك صرحت تصريح وقصيت عليه في ظروف كانت صعبه جدا حتى لو سوء تفاهم. بالعكس بالعكس، طبعا رمضان صبحي لاعب كبير جدا ومهم جدا، ويمكن يعني طبعا كابتن ابراهيم وحسام حسن او كابتن حسام وابراهيم كانوا اساسا حاطين في حساباتهم الكابتن رمضان صبحي انه يكون موجود معاهم، لكن انا ما كنتش قاسي ولا ما كلمتش اساسا في الموضوع اساسا. يعني هو كان السؤال بيسال على اساس موضوع كلمتين اتنين، يعني ان في تقرير جه وكان مذكور قبل كده الاسم مره واثنين وثلاثه وذكر في كذا برنامج وذكر على الصحف كلها وتحدد الاسم. انا ما قلتش الاسم حتى، ما نطقتش ولا اسم. فقال لي في تقرير جاي كذا كذا كذا، بس ممكن الصحافه تجتهد او الاعلاميين زينا يجتهدوا. بص يا كابتن سيف، انا اللي بعاني منها اقسم بالله حاجات كتيره جدا بتتقال على مقال علي على لساني انا ما بقولهاش، لكن هتفضل تطلع كل ما تتكلم تقول لا انا ما قلتش، لا انا قلت. يعني انا تصريح حتى التصريحات الاخيره اللي انا طلعت في قناه معينه واتكلمت، فانا بقول ان كثره تاجيل المباريات تسجيل موجود، ما هو لو كل واحد عايز يكلف نفسه. طب نقفل رمضان عشان نروح للحته دي. رمضان لا انا عايز اقول لك حاجه، لا رمضان طبعا لاعب مهم وبالعكس حضرتك ما غلطتش في حقه؟ لا بالعكس، لا لو هو حاسس ان انا غلطت في حقه لا انا ما عنديش مشكله ان انا اعتذر له، بس انا بس انا اساسا لا يعني انا من جوايا ما اتكلمتش اساسا على رمضان. طيب الحته بقى اللي حضرتك بتقولها، حضرتك طلعت قلت انا بقول لكولر وبرد على كولر احنا وقفنا معاك فلازم في اللي جاي تقف معانا. ما حصلش. طبعا. ما قلتش كلام خالص، ولا جبت سيره كابتن كولر ولا جبت سيره اي نادي ولا اي مدرب. انا بتسال سؤال واحد، تاجيل الكاس او الغاء الكاس، فقلت لا صعب جدا ان احنا نلغي الكاس او نلعب او نلغي الكاس، لان تاجيل الكاس او الغاء الكاس دي قصه تانية. في الغاء ده قصه والتاجيل قصه. تاجيل لو انت عايز تاجل الكاس مش هتقدر تفتح القيد للانديه، لان الفيفا ادت استثناء السنه اللي فاتت ان ممكن انت الكاس تاجله وتقيد اللاعبين عادي في الانديه، الاستثناء اترفض. فاصبح دلوقتي انت مطالب يا تلعب الكاس يا تلغيه، دي قصه ثانيه. لكن تاجله استحاله. طيب. فلازم تلعبه. ماذا حضرتك لكن لو؟ لا قلت فلان ولا قلت فقلت ايه بالظبط كده الكلام بتاعي، فقلت لا هي السبب ان هو في تاجيل مباريات حصلت كتير جدا في الدوري، تمام، اثرت على الوقت اللي احنا مضغوطين فيه، وفي نفس الوقت ان هو في التاجيل ده كان لصالح انديه خدت بطولات. لا جبت كولر ولا جبت اهلي ولا زمالك، ما اللي خد بطولات ما زمالك ما اتكلمتش على حد. طيب
السؤال برضو اللي الناس دايما بتفكر فيه. لا، وعايز اقول لك بالمناسبه دي كمان، طب. اللي كتب الخبر اول مره كلمته غير الخبر، بالعكس غيره وقال لا احنا كتبنا غلط. طب كلام محترم، يعني تفهم القصه. لو الاهلي والزمالك قالوا ظروف مش هتناسبنا، مش هنقدر نلعب في التوقيتات دي، هتغير ولا هتمسك بقرارك؟ لا، مش حكايه تمسك. انا قلت في الاول ان انا ملتزم دلوقتي بالكابتن ابراهيم وحسام حسن. هم اللي هيحددوا لي. هم كابتن حسام عايز الكاس يتلعب عشان ياخد اللعيبه ما يريحش. هياخدها جاهزه. تمام. لكن لو اللعيبه ريحت يبقى لسه عايز فتره اعداد تانية. هل هو بقى هو النهارده شغالين عليها وبيتكلموا؟ استاذ جمال، انت حضرتك كلمت الكابتن حسام ابراهيم وانا كلمته. وهم قالوا لي ان هم اتفقوا مع حضرتك ان هم افضل لهم ان الكاس يتلعب فياخدوا اللعيبه يوم واحد. انا بقول لك اهو دي بتاعته برضه. ماشي، لو هي بتاعته كده، فجه الاهلي والزمالك قال لك مش هنقدر في الميعاد ده نلعب، او الاهلي قال لك مش هلعب في الميعاد ده. خلاص، ده قرار الاهلي والزمالك. ما تغيرش الامور عشان الاهلي والزمالك يلعب. لا، ده قرارهم بقى، هيبقى قرار الاهلي والزمالك. قرار الاهلي والزمالك. طيب. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع. بعد الفاصل نرجع. استاذ جمال بقى الفقره الجايه دي مع ورق. اللي عمله واللي جاي واللي هيعمله. هناقش ورقه ده بعد الفاصل. نرجع تاني مع الاستاذ جمال علام. وقلت لي حضرتك ان عندك نجاحات سابقه ونجاحات قادمه. بص، احنا دايما نقول نجاحات، بنقول احنا ايه اللي اتعمل بس في كره القدم بالنسبه للناشئين. ايه بقى اللي اتعمل؟ يعني دايما نتكلم ايه الناشئين. اخفقنا في الناشئين، يبقى الاتحاد ده ما عملش حاجه خالص. لا، حتى واللي فوق الكبار. تمام. لما تيجي تعمل حاجه توصل كاس عالم او مثلا او توصل امم افريقيا او عادي. تعمل حاجه، لا عادي، ده مش مجهودك، مجهود الفرقه والجهاز الفني. انا بابا سعيد جدا لما يقول لك مجهود الفرقه واللاعبين، لان زي الوضع الحالي ده دلوقتي فعلا المنتخب الاولمبي اللي فيه رجاله ولاد يعني فعلا اثبتوا ان فعلا قد المسؤوليه، والحمد لله يعني اللي وصلوا له ده المربع الذهبي. انا بقول لك انا مبسوط جدا بيهم. اقل يعني اكتر واحد تفاؤلا في مصر ما كانش متوقع ان المنتخب الاولمبي هيوصل للمربع الذهبي. الفتره اللي فاتت في اتحاد الكوره كان في حاجات كتيره جدا لم نشتغل عليها. مش يعني احنا جينا لقينا في منتخبات ناشئين كملنا عليهم الفتره اللي لينا احنا نكمل لهم اعدادهم. ويمكن اشتغلت في اتحاد الكوره، انت بتوفر للمدرب كل مقومات الشغل بتاعته عشان يبقى هو عنده الامكانيات اللي هو يشتغل عليها. الحمد لله اتحاد الكوره وفر لكل المنتخبات كده. الناشئين احنا كنا مرتبطين بمنتخبات معينه لازم نشتغل عليها والباقي لا. الفكر دلوقتي تغير خالص. عندك 7 و8 و9 و5. السنه دي بقت 5 و7 و8 و9. خد بقى المفاجاه ان احنا بعد ما قعدنا مع شركه متحده كمان هيتعمل 10 و11. لان الكلام ده كله انت هدفك من ناشئين يعني تخش عشان تجيب بطوله فيها معاهم في الاتحاد الافريقي، لكن في نفس الوقت انت بتعد لاعب بيبقى عنده امكانيه ان ممكن يخش منتخبات. انا عايز اذن حضرتك في نقط عشان اكتب يعني. قول لي 1 2 3 4. بص، انا بالنسبه لاتحاد الكوره احنا اول ما دخلنا كان فيه طبعا يمكن احنا اشتكينا كلنا من الموارد الماليه وما كانش فيه موارد ماليه. اتحاد الكوره فيه كام دلوقتي؟ الحمد لله. لا، الارقام ببلاش نقول فيه كام. لا ما نقولش فيه كام، خليها اخر مره قلت لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا خليها كده. طب قول عشان الناس، انا مش هسال كام. لا لا خليها زي ما هي، بس المهم ان الحمد لله. حضرتك قلت لي اخر مره انا قلت الرقم البيت ولع. ربنا يعين. الحمد لله، الحمد لله ان اشتغلنا على الموارد الماليه اللي احنا نزودها. الحمد لله عملنا عقود رعايه كويسه جدا مع شركه متحده. زي ما انا بقول لك انا بشكرهم دايما انه عمل معانا الشغل. بالعكس، ده يمكن العقود اللي احنا عملناها كان فيها ريسك في البدايه. ان دايما كان اي اتحاد كوره بنخش بما فيهم احنا لما كنا في 2012 بنتفق على رقم معين وناخده وخلاص. لا، انا اتفقت مع شركه متحده وكان ده اقتراح كويس جدا. ان احنا ناخد نسب. الحمد لله اللي تحقق من الرعايه اكبر بكتير من الفرض. كام بقى؟
مخلينا في الارقام بلاش. أنا عايز اي رقم. لا بلاش الارقام، بلاش الارقام. بس جمال ده ده لا الحمد لله، الحمد لله ارقام كبيره جدا كويسه يعني كويسه جدا، خلتنا ساعدتنا ان احنا نصرف على المنتخبات. طب انا هريح حضرتك، في فتره توليك اتحاد الكوره قدر ان هو يجمع كام بالمئات يعني، مجموعه من المئات، مجموعه من الملايين، مجموعه من ملايين الدولارات حوالي يعني؟ لا لا في كتير، سواء ده او ده. الحقوق رجعت، سواء حقوق الرعايه او اللي انا هقول لك عليها. الرعايه فكرنا طبعا بره التفكير، خدنا في نهائي الكاس، ودي كانت اول مره تطلع بيها تلعب نهائي كاس، ويمكن اتعمل عوائد للانديه. طب كام خلاف الاتحاد دي؟ ممكن اقول العائد بتاع الاتحاد، يعني العائد بتاع الاتحاد كان 1.5 مليون دولار مصري في المباراه دي، طبعا ما كانش فيه عوائد قبل كده. فكرنا في السوبر ان احنا نزوده طبعا، نلعب السوبر بره. مصري السوبر معمول لينا احنا الاتحاد ولا الانديه؟ لا هو في الانديه وفي الاتحاد. لا الاتحاد بيخش له بتاع 1 مليون وش مليون دولار درهم. مليون درهم. بالنسبه الملابس طبعا، الملابس كان العقد اللي معمول مع شركه اللي هي بتلبس الاتحاد كان مبلغ ضعيف جدا، اتضاعف المبلغ. بالعكس كمان خدنا حوافز اضافيه بالنسبه ماليه للاتحاد المصري لكره القدم، بتخش ايرادات بالدولار برضو. تمام. غير الملابس دي. دي نقطه رابعه. نقطه خمسه. لا انت مستعجل صح؟ انا عندي وقتي ضيق. لا بالنسبه مش هتكلم على المنتخبات. تمام. اللي هي يعني منها المنتخب الاولمبي اللي وصل في الفتره اللي فاتت ده كله. بالنسبه لمشروع الهدف طبعا احنا جينا المشروع واقف عليه فلوس كتيره، الحمد لله بدات خلصنا جزء كبير جدا، ويمكن ان شاء الله الشهر الجاي ممكن تظهر الافتتاح بتاعه. اعجاز. بالنسبه للفار، الفار برضو كان عليه اقساط كبيره جدا ما اتدفعتش، وكان الراجل كان هيمشي. لا خلصنا الحمد لله مع عقد وجدولنا المستحقات. خلصوا فلوس التحكيم؟ التحكيم لسه بس هيخلص الفتره كل ده لا الفتره دي هيخلص، لان كل حاجه هتخلص دلوقتي، لان في فلوس هتدفع للتحكيم. خلصنا مسابقات، كان مسابقه القسم الثاني يمكن خدنا معارضه كتيره جدا عليه. النهارده في اللي جاي دلوقتي القسم الثاني دلوقتي اللي هو القسم الثاني ب الف دلوقتي عليه متقدم لي عرض واتفاق من الشركة المتحدة على تسويقه وبسه، فهنقعد مع الأندية المختصة إن شاء الله في الفترة اللي جاية ونخلصه. طيب لما نيجي اللي جاي بقى، اللي جاي دلوقتي عشان أبقى سريع معاك، علينا دلوقتي بالنسبة لنا مثلا اهتمام بالمنتخب الأول. عندنا في بطولة أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم إن شاء الله 2026 جاهزين ليهم. منتخب الأولمبي طبعا أنت شايف النجاحات اللي حصلت ليه، لكن طبعا مش هنمشيه بسرعة، ده لازم يستمر عندنا الاهتمام بالمنتخب الأولمبي عشان يبقى أقوى السنة الدورة اللي جاية إن شاء الله. نيجي بقى الخطة بتاعت الناشئين، ودي انا بشكر برضو فيها الشركه المتحده، لان عاملين اتفاق كبير جدا. وكابتن علاء نبيل. والكابتن علاء نبيل طبعا ليه دور كبير جدا. لا 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 شكرت كل الناس الا اللي ماسك الملف. لا لا كابتن علاء نبيل من الناس المدربين اللي انا يعني انا صدقت شخصيه حتى على الترابيزه في ساعه اختياره. بس علاء نبيل شاطر واضافه كبيره. لا قلت لهم باللفظ كده شهادتي في علاء نبيل مختلفه مجروحة. جدا مجروحه. طيب ممكن عشان وقتي فيه اي حاجه تانية مهمه سريعه. طبعا ما اتكلمناش احنا دلوقتي بالنسبه للناشئين ده. هنعلن ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع شركه متحده عن خطه تطوير الناشئين. لان انت اذا كنت عايز تعمل منتخبات قويه جدا اهتم بالقاعده تحت. صح. فاحنا هنوسعها. في عندنا اهتمام دلوقتي، رغم هنعمل الاكاديميات هيبقى ليها نظام ودخله في اتحاد الكوره. الاكاديميات اللي شغاله دي كلها بره، لازم تخش جوه اتحاد الكوره. بنفكر في اكاديميه للحكام سن صغير عشان يبقى معانا برضه تفكير للحكام. زي ما قلت لك برضه مشروع الهدف ده خلاص هينتهي. رخص المدربين وبدأنا فيها، ودي كانت متوقفة أساسا وبدأنا فيها واشتغلنا دلوقتي. عندنا في مشروع بندرسه برضو ومتفق مع الدكتور محمد أبو العلا على أن نعمل مشروع الطب الرياضي. فهنبدأه بحاجة بسيطة في مشروع الهدف، وإن شاء الله نكمله أو اللي يجي بعدنا يكمل فيه.
انا عشان وقتي انتهى، اسال حضرتك سؤال سؤال سريع. ميكالي في اشاعات اصل ميكالي بيتجهز للمنتخب الاول، ده في كلام كده؟ بص، لا الاشاعات كتيره جدا. وانا بسمع والله حاجات كتيره جدا يا كابتن سيف، وبقعد زيك بسمعها. احنا عندنا طبعا مدير فني محترم جدا، واحنا مختارينه. صح. ومش احنا بس، كمان ده جماهير المصريه كلها معانا عايزه كابتن حسام، وموجود الكابتن حسام. ما نقدرش نقول ان كابتن حسام مش موجود دلوقتي ونجيب حد مكانه. كابتن حسام اساسا هو مدير فني المنتخب الاول. طيب، بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق في اللي جاي ومزيد من النجاح كده لكل المشاريع دي. بس هتلحقوا تعملوا الحاجات دي كلها في الشهرين جايين؟ لا، احنا بنقول شغل لينا، وهنعمل يعني نبدا احنا نعمل اكاديميه مثلا بتاعه الحكام، واللي يجي يكمل، واللي يجي يكمل. عايز الغيها الغيها بقى. هتنزل انتخابات الاتحاد ولا متمسك برضو ان لا في انا خلينا بس نشتغل زي ما انا قلت لك. حته ان هو اي حد بيترشح دلوقتي عايز يترشح، ده ان شاء الله هنعلن عنها، وبعد كده اللي عايز يترشح الباب مفتوح ان شاء الله. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا يا استاذ جمال. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. شرفت. في حاجة انت ما سالتش فيها فندم؟ في حاجه ما سالتش فيها؟ ده انا قعدت اجري كاني منهج، قاعد بجري معاك بقالي ساعه. شرفتنا يا استاذ جمال، بتشرف بوجود حضرتك دايما. ربنا يكرمك. بشكر استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري. خلصنا حلقتنا، بشكره شكرا جزيلا. اللجنه العليا لمهرجان العالمين الجديد تعلن موعد نهائي في 30 اغسطس باحتفاليه كبرى. دي امامنا الحقيقه اللجنه المنظمه، الاستاذ عمرو الفي رئيس اللجنه المنظمه، الاستاذ قصواء الخلالي مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى، عمرو احمد مدير التنفيذي، احمد فايق المدير التنفيذي، دكتوره نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الالكترونيه، فتحي بدر مدير المتابعه والتنظيم، طارق شرف مدير الانشطه الترفيهيه، وعلي مرعي مدير التسويق، امجد سلامه المدير المالي والاداري، وائل عبد العزيز مدير العلاقات العامه، ومحمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الاعلامي، ومحمد عبائي مدير المركز الصحفي والاعلامي. وشارك طبعا عدد كبير جدا من نجومنا في هذا الشيء. الاسامي اللي قدامنا دي والصور اللي قدامنا على الشاشه دي بنوجه لها كل الشكر، لانها عملت عمليه ابهار للعالم كله بالعالمين والمدينه الجديده الرائعه، وخصوصا بعد زياره سياده الرئيس هناك، وان الناس كلها اتفرجت على حاجه تحفه معماريه ان شاء الله باذن الله تصبح اجمل مكان في العالم، وهي فعلا احلى مكان في العالم. بشكرهم شكرا جزيلا، بشكر استاذ جمال علام. بكره ان شاء الله اشوف حضراتكم على الف خير.